رجعنا في حكاية تونسية والليلة من الفقر إلى الشهرة. حكاية حلوة، حكاية تبعث الأمل. كان حاضر معنا محسن مرزوق اللي عنده طيارة، هذاك علاش مشى. أما حبينا ناخذوا رأي المختصين اللي حاضرين معنا الليلة. مرحبا بكم مرة أخرى. مرحبا بك سي سامي. هل ترى واحد حتى كيف ينجح ويكون جاي من طبقة اجتماعية نقول واحنا صعيبة، هل ترى بالنجاح وبالمليارات اللي موجودة الكل اللي تولي عنده من بعديك وبالشهرة اللي تولي عنده الكل، هل ترى العقدة متاع الفقر تتنحى؟ قبل كل شيء يعني شكرا على اختيار هذا الموضوع اللي في غاية الأهمية. من جهة الأولانية اللحظوا احنا كونوا في السنوات الأخرانية اللي اتغاف المجتمع هي ثقافة اليأس والأحباط والفشل والألم والدمار إلى آخره. اليوم يعني برنامج كما هذا قادر باش يقلب نوعا ما المعادلة أو باش يعمل شوية إكيليبر، على الأقل يعني فرصة لإعادة الأمل للشعب التونسي. اليوم يعني مثلا كريم، الناس كل الشعب التونسي كل يعرفه، لكن اليوم شخصية أخرى كريم عشناها مع كريم مثلا وقت اللي أعطاه الشيك لأمه بكى وتحسوا صادق في كل في الدمعه اللي هبطت من عينيه، لكن بعد لحظات رجع الميسيون نتاعو باش يقوم بدوره في البرنامج. واضح سي سامي. سي بن فرج، هل ترى عقده الفقر حتى كيف واحد يقعد لاباس عليه واللي مشهور تتنحى من مخ الانسان والا تقعد ديما موجوده؟ صعيب ياسر باش تنحى، صعيب برشا، وتترجم في سلوكات متضاده، اما انه يولي يصرف في معناها في سلوكاته، في الاستهلاك، في الإنفاق، في أشياء كثيرة، ولا العكس. يعني تلقاه لباس عليه برشا ولا لباس عليه برشا، ولكن مع ذلك ديما عنده الحرص الشديد، فتلقاه عنده الريفلكس متاع طفي الضوء، نقص من الكونسوماسيون، وهو لباس ما عندوش مشكلة معناه، ولكن ثم حاجة خلف ذلك تقود سلوكه. وإلا كما قلت لك العكس تماماً، يولي أحياناً ينفق نوع من انتقام لذات مجروحة سابقا، فينفق أكثر من اللازم، يصرف أكثر من اللازم، أكثر مما يحتاج المشهد ولا اللحظة هذيك. فما شكون يكون قاعد بين ليلة وضحاها، ما نعرفش أنا، يعمل فيلم، يخرج غناية، يجيب ميدالية ذهبية، بين ليلة وضحاها السيد كان نكرة الصحافة كلها، طريق النجوم بالنسبة اللي كنتي معناتها مشهورة والناس كل تحكي فيه معناتها، وقت اللي كانت فما تلفزة واحدة تتعادى تونس كاملة تتفرج فيك وكذا وكذا، ملي تكون نكرة العباد الكل تولي بيك هكا هكا، العباد الكل تضحك لك، كيف وقفك حتى عون راهو باستحباب معناتها، كيف يراك يكونش عليه راه حد من عائلته معناتها يفرح بيك، ترى هذا الكل ما يكونش عنده تأثير لدرجة وأنه الشخص المشهور يولي يكونش عليه هذاك حق مكتسب بالنسبه لي. اي معناها انا حبي انت نفسك جاوبت يعني سي سامي، هو كونه هي الصناعه تصنعها والتاثير نتاعها يكون مرضي، هذاك سميته انا مرضي، لانه بمعنى انه يعطي سلوك انوميك معناها غير سوي، بمعنى انه يولي يعتقد اعتقاد، هي مش حقيقه، اعتقاد انه افضل من الجميع وانه ما قدمه هو غير مسبوق، وانه اذا كان بلاش به هو الشمس ربما ما تزرقش. أنا فنانين قلت... اسمع فنانين منشطين ممثلين شكون اخر رياضيين بعدي انا ما فماش ساعه انيس انا مقتنع سي نورمال بعدي انا ما فماش كي تبدا شامبيون دي موند هذا واحد ساعه انتقم ساعه اسمع كفو هاي بعد كفو فما رابور خير منك في تونس فما رابور اما كي تعمل غناء كيما حوماني ربي معلم ما مالش جو ربي تصفيق على الزازه زازه فما شكون في تونس باش ينجم يعمل بيبي اشب من اللي بتجيبه لنا انت؟ فما تصفيق على زازا اللي دخلت في جاره. فما فنانه عندها الجرأه باش تخدم وهي اونسانت في تونس؟ يعطيك الصحه تخدم وهي حبلها معناتها ماشي سي سامي، فما ساعات عباد يجيو كيقول لك اش تخيل روحك، تخيل روحك شامبيون دي موند،
عباد تبدا ساعات انا شامبيون دي موند قلت لك فوالا لا وان بلوس خاطر اول واحد في تاريخ تونس والشامبيون دي موند في واحد في افريقيا وفي ما عندك تقول لي جو سوي انا هو انا شامبيون دي موند انا فما اعطيني واحد كيفي ولا بعد نحكي لك انا سي با نارسيسيك راهو عندي قلب داخل نقول جو سوي شامبيون دي موند لا مريقل هو شيخ اسمع لا محسوب لا وكلهم هكاك ولا كريم انا كريم تحب نسمي له اسم واحد زميله تو تفلقت معناتها ما كريم فما شكون يضحك خير منك انت في ال ها؟ بيان سور فما كريم راني سامي كريم راني سامي رانا عشرة معناتها كريم أنا انا عندك اللي هكا واحد تحب حتى كان عندك حتى انت عندك اللي هكا فهمتني ولا لا عندك اللي هكا على الاخر وعلى خاطرك اسمعني ايش نقول لك راهو قال الاخر ربي يعطينا القبول ومحبه الرسول انت ربي يعطاك القبول وليت لدرجه انت تمد وجهك تقول على السلامه ولا تقول طيحت ستيل والعباد تقوم تضحك فهمتني ولا لا معناتها وهذه نعمه من عند ربي تبقى باش نرجع كان الارض الواقع باش نرجع كان الارض الواقع كريم هذايا اللي كي يدخل شوفوا كيفاش كان شوفوا كيفاش كان في ترفزة واحده اخرى شوفوا الحاله اللي كان فيها باش نوريكم الحاله اللي ترى وريوني الحاله هو التليفون قول لي انت تليفون تليفون انت كيفاش جاوبته مديت التليفون لا تعرف شو تعملهم مرة جاي قول لي التليفون تليفون تعمل فمك هاك يا ديش بيم هاك أخي معاق هاي سامبل هاي ما تستحقش حتى تفكير إلى اللوط الجداخ اللوطان يهبط وإسي كومس أذيك لي أذي لي موشوار وإسي أذي تهبط لوط هكا به يا ودي كيكا علوش يشم حشاك يردي هاك نورمال سامبل تقول له ما عنديش يدي مش ما عنديش ايش السي هاش هذيك تنحيها ليش ما عنديك وعلى مصروف ازاي وديك تعملها هاك شوف التكنيك ها نتاعها باش هو يخاف تقول له ما عندي بعد تسكت سيلونس تعمل هاك ما عندي يا ترى نعاودها عاود ما عندي هاي تبعني ما عندي اعملها ترى ما عندي وي سي بيان سي بيان ما عندي المرفق هذا المرفق يبدا ديكلونشور وي سي افيك ما عندي صحيح كفو أنا نجم نغير إيش بيك ما ستة إيش بيك لا ستة شنو؟ باية هذي؟ شناي؟ شكون هذاك؟ شكون هذاك؟ لا لا أسمع راهو الكلنا في بداياتنا عندنا تصور لا اراك الله مكروه وعندنا برامج لا اراك الله. حاجه اول مره كيف انت جبت الحكايه كيف صارت الحكايه باش نحكي اول مره ابار هذيك سيريس ما دوبلاش هذيك كيف جات الحكايه احنا تخرجنا من الفاك نتاع المسرح والكل وتعرف معناها الظروف نتاع المسرح قاعدين في قهوه كيف من هاك اكسبريس قسما بالله نفكرك في ماتو خزر طفل سال سؤال هو سؤال عادي سأله ما بالحق ما كانش إجابة قال تو كيفاش نعملوا باش نمشيو نخدموا في التلفزه معناها والله قلت له وانا عارف معناها فهمني كيفاش خاطر نتفرجوا في التلفزه وقتها حتى المسلسلات مكتوب درجني العالم هذا كيما راهم اللي جانوا الكل سيرتو انا اختصاصي خاطر مسرح وعامل اختصاص فنون الممثل فهمت قلنا هل كيفاه وراه فيه ما كذبش عليك مافيا فهمت ما كذبش عليك انا قبل في بالي سامي الفهري مافيوزي فهمت المواطن العادي انا كمواطن عادي لا لا انت مش كمواطن نحكي على روحي انا ايش لازمني نعمل في الدوانه معاك انا جبت هالروحي راني انا في بيننا مثلا مافيا الحوار التونسي دخلوا في معاك لا بزالوا برشا لا داخل في حيط داخل في فهمت معناها كيفاش ما في انا نوع قرقنا هذه اي قرقنا في اللود ماشيين وقت الصفيق الي بوك يعني بالحق نظرة انسان عادي كيف يكون قاعد في داره في مخه مثلا باش يمشي للتلفزه سامي الفهري موافي انه في الورتيني وذوك ايش باش يوصلهم لازمك معارف لازمك الاكتاف عبيد تخدم في بعضها لا انا في الورتيني دبر فضيحه توصل له يخدم بالفضايح فهمتني
هذوما صعاب صاحبي مش تاع فيك نرفع صبعك بالحق. كانت نظرتنا مثلا للعالم نتاع الشهره والعالم نتاع الكل نظره نتاع صعيبه، فما بيبان مسكره، فما عباد راه تزيد تخليك محبط، فهمت؟ فما عباد تفشلك، فما عباد تحكي له مثلا تكون قاعد ما تقول له خلي نمشي نعمل كاستينج زعما نخدمش، عرفت ماك العباد حتى من وجهه هكا يبدا عامل، فهمت؟ تكون هكا متشجع تبخل تاني يا شيخ تاك هذه العباد ديما تفشلك. فما نوعيه نتاع عباد في البارتو في حومه طفله مثلا باش تغني صوتها باهت يا سيدي عليك نمشي قبلوه شناهي هذه تسال تقول له نمشيو نلعبوا طير حرامي تاني رامي. هذوكم العباد هذوكم انا بمنطقي قاعد نحلل فيهم يمكن سوسيولوجيا وتقتيني والفازات هذيك عندهم الجو نتاعهم، اما نحكي معناها سبونتاني كيفاش. فما عباد تفشلك، فما عباد تقول لك سامي الفير والحوار ولاباس وسايب عليك ودرا شناهي. احنا اش عملنا؟ خذينا الانيسياتيف، معناها ما قعدناش احنا وننبر مثلا هاك فلان ماسط فلان هذاك كيفاش يجيب فيه وفلان هكا ودرا شناهي، وانا قاعد في قهوه سيجار والسيد يخدم على روح. ما قلتش ليه هو يخدم على روح وانا قاعد ننبر. ريتك اللي جابوا نوفل مامستو، ريتك اللي جابوا سامي مامستو، يا خويا ما مرقوا ذاك، يا خويا ذيك ما تعرفش تمثل، وانا قاعد حار خوخ بجنبي وننبر، فهمت شناهي؟ قلت حار خوخ مش نحكي على المواطن العادي، المواطن العادي حار خوخ سامحني اي خوخ المواطن العادي حار خوخ المواطن العادي عنده الحق باش ينبر. انا كي قلت ولد دومين وانا نعمل في المواطن العادي عنده الحق يقول لك هذاك ماس الكل، اما كي تكون انت ترى في روحك تضحك ولا ترى في روحك تمثل بالباهي ولا ترى في روحك عندك امكانيات عندك امكانيات ترى في بلاستيك غادي يعني. انا كنت بالحق كنت ننبر ننبر علي في التلفزه وننبر فهمتي درا شناهي وننبر ونحسد راه فهمت شناهي، لكن الحسد مش نتاع خساره كان يفشل خير. والله تحب نقول لك حاجه معناتها تنبر وتحسد معناتها انا نحب بالحق نشكرك على الصراحه نتاعك على خاطر انا المشكله اللي عندي هاو تنقول لك وين فما فئة معناتها كاملة قاعدة تصطاد في الماء العكر للأسف الشديد. وقت اللي أنا يظهر لي شاب كيف يتفرج في كريم كارو بالعكس معناتها يقول لك كريم من الصفر معناتها كيفاش طلع أون فلاش كيفاش طلع أون فلاش سيكو جون وصغير الحلم ممكن. أنت زازة زازة العباد ما تعرفش اللي أمه كانت تبيع في الحمص أي بربي نشوفوا تصوير زازا كي كانت صغيره ما كنتش تبه هكا بالضبط راهو تقول كي كانت حمص ترى نجموا نشوفوا تصوير زازا كي كانت صغيرونه كي كانت صغيرونه ما خاطر زازا زازا حكايتك حكايه انت ترى وين زازا هاي انا منو مش هاي يا زازا انا وخويتي توا زازا انت وين توا زازا انا اللي عامله هكا من اول هكا تجيبها هكا معاك اللي عامله هكا يا زلمه معناتها شوفوا ليه بالحق اسمعني من اول معوجه اسمعني انا بالله خليوها شوف بالله خليوها التصويره بالله خليوها التصويره هذيا بالله خليوها التصويره هذيا احلى يوم تحياتي هذا على خاطر كان فما حاجه تنجم تبعث الامل في الشباب هي تصويره كيما هكا معناتها شوفوا شتاكه بلاستيك فرده واحده معناتها واحده بوحده شوفوا معناتها شوفوا اعطيني برك نتصور نجي شوفوا خويتها لا وزنكم تعرفوا اللي معناتها زازه من زالت كي غير جايه من كندا خاطر عندها عروض غاديك وتبارك الله وامورها معناتها عيني ما تدرش اكثر من اللي باهيه وكذا عاد انا يظهر لي تصويره كيما هكا بالحق تبعث مش تبعث معناتها الحلم التونسي الحلم التونسي معناتها ممكن على الاخر معناتها امك خدمت في الديار بيعت الحمص السوق والحمص في المرشي في المرشي في رمضان باش نجم نعايدوا نحن وانتوا منين كنتوا انت؟ انا بيت باردو بابا ولدي بسويقه امي بيت الحرفاويين عرفت تخدم بعضها مع الحب نعم امك فانا مرشي كانت تخدم وتبيع مرشي قصر سعيد مرشي قصر سعيد اي جيت بيريود اللي بابا مع الاكسيدون بون بابا كان سبابتشي يعني يخدم بيجي عمل الاكسيدون قعدت في الدار وحرم ذا وامي ثلاثة صغار وحبلة بالرابعة بارك الله عليها امها تعرف تعمل مرسوقة مشيت لامها قلت لها علمني نعمل مرسوقة تعلمت وخدمت يعني نثبت على امي انا كانت تبدا من الساعة بتاع الليل بعد شق الفطر للخمسة تاع الصباح وهي قاعدة زوز كوينن وتدخل المرسوقة تعبي الحمص تنفخه والفول تنفخه وتمشي الخمسة تاع الصباح للمرشي كانوا يحنوا عليها يعطيوها بارتي
باش تنصب فيها. وزينب باش العباد تفهم راهو الكلام اللي نحكيو فيه هذايا راهو ما عندوش برشا معناتها تو تو. اي ما عندوش برشا. معناتها بالك يسخالوا عباد 20 سنه. لا لا لا. هذايا راهو العوام معناتها تو تو باش امورك تفرهدت انت وكذا وباش العباد تفهم. اي وتبيع وعامله شقاقه تخدم بهم تنحي راس المال وتخبي في الشقاقه. ناس تجيب الفتره، ناس تجيب النحويج. كانت امي وبابا كانوا حتى شفتنا كيكا صغار وعلى قدنا عايشين، لكن كي نخرجوا للشارع نخرجوا نظاف هكا. عمرها في حياتها حتى كي يعطيها حد كعبه تفاح في الدار كي تقضي له تعطيه كعبه تفاح ما تاكلهاش وحدة تجي للدار تقسم التفاح هذيك على اربعه باش ناكلوها. تربيتنا ربيتنا الخشم بالله. ما حتى اللي سالنا شكليت وش طيبت وش الحمد لله. قرينا باللي قدرت هي وبابا. عاونونا خدمت في سبيطارات، خدمت في ديار. انا كنت نقرا في عام 3 نتاعي نثبت البروف نتاعي تقري نيوتيود. امي تخلصها قضيه. تقضي لها في الدار باش نجم تقري نيوتيود. وكانت قبل ما نعرفش نحكي ولا نحكيش اللي كانت قبل ثم الشعبه. كانت تقبل ثم الشعبه يجي يدق عليها الباب الدار يقولوا لها كي تاخذ الانخراط هذاك نعرف قداش وقت يعطيك الاعانه. الوغ كلمت حقهم وتعطي حق الانخراط هذاك طامعه في الاعانه. اللي هي قبل المكتب يجيبوا لنا كرارس كتب بستيلويت. هي اما مرا كيما هكا هذول نجموا نصفقوا عليها. امي. معناتها هذيك هذوما تعبت علينا هي وبابا. يعني قلت لك معناتها باش انت وصلت لوين وصلت توا يمكن رضيتها هي وبابا كان مش من هما يعني مسش لنا فيه توا. وانا ما تصورش روحي امي ولا بابا هكا شيء حاجه حتى بعينيك تعدى هكا شيء وما نفرهالوش. فهمتك. واول كاشي خذيته؟ اول كاشي كان 150 دينار تونس قليبيا. خذيت بهم ترونسبور ب 2 دينار 70 دينار. فهمتك. سنين كملت خدمت وروحت. وخذيت 10000 قلت لهم باقي. باهي مش لازم نحكيو على اخر كاشي مريك. مش لازم نحكيو على مش لازم نحكيو على اخر كاشي مريك. صبر. حكينا على اول كونترات وقلنا حكايته فارغه. اول كونترات صحيح قداش فيه؟ شنو هو؟ اول كونترات صحيح عملته وقت اللي طلعت سينيور ليتوال عام 99. سينيور ليتوال قداش فيه؟ اول سالير 300000 ساعات. عام 99 300 دينار وبريم سينياتور صغيره ماني فهمت. اللي قلت لك اول كونترات صحيح صحيح ما شنو اخي ما صحيح صحيح صحيح. شوف ما على خاطر كلها حكايه ما خاطر اي حكايه قديش الحمد لله ماني فهمت. الحمد لله الحمد لله. قديش اهم حاجه الواحد لا 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 بس خليني برشا ها أحسن. كنت تصدقني أنا أسمع دويوش. جوارك ودويوش أسمان. حوتة وخمسة وقرن غزال معناتها مسيس ما به لا معناتها كونترات و ما يحبش يقول من حقه ما يحبش هكا ولا لا ما يحبش يقول اما لا باس ان توكا تفردت الامور. ش عملت وقتها بالفلوس؟ بون الحقيقه شريت كهرباء؟ لا لا يعني اخر كوبي كابريولي لا حمراء لا 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 اخر جوار في الجينيراسيون نتاعنا شريت كهرباء هو يعني خاطر كانت بالنسبه لي يعني كما كانت تحكي زازا كانت عندي اولويات اهم من كل شيء. همها كانت دارنا امي بابا اخواتي على خاطر كنت العائل الوحيد نتاع دارنا كنت مسؤول على اخواتي. انتم برشا قلت لي قبيله معناتها في الدار تبارك الله انتم سته معناتها انت كنت تصرف على العائله الكل؟ الكل العائله الكل. فهمت. والحمد لله حتى من جدودي معناها انا كنت معناها العائل نتاع جدودي لتوا ما زلت تصرف على الحمد لله عائلتي لتوا معناها يعني كنت بالحق انا عمري ما خممت في كرب ولا عمري ما خممت حتى السالير نتاعي كي كنت ناخذه في الاتوال ولا باش ناخذ مثلا بريم دو ماتش ولا حاجه نهزه ديريكت للدار. انت حكايتك متناقضه تماما مع كافون. فمثال كافون ما يراهيش هكا بطبيعه كافون يحب والديه ويصرف على عائلته وكذا وكذا اما يقول لك انا نحب نعيش. بريت هو ما يحسبهاش.
اني زاد كيفه ما نحسبهاش جنب لا لا ما نحسبهاش صاحبي اما اني حاب نقول لك حاجه بالحق على خاطر اني نحكي على اني ما خممتش في روحي بالكل انا فهمت رسالة معناها بديت حتى وقتاش بديت قلت مش نخمم نعمل حاجه وقت اللي حسيت كوني تفردت شويه على دارنا وعرست لاخواتي قلت من 2006 نبدا نخمم في حاجه لروحي على خاطر كنت نمن اللي عمر الكوارجي صغير وقصير يلزم اموان تضمن حاجه باش غدوه ما تستحق الحد من 2006 معناها بعد ما حسيت كوني مع دارنا مريقل حتى البيبان زادت تحلت في وجهك معناها تلقى روحك تهز شامبيونز ليغ تلقى روحك تاخذ في بريميت عمرك ما كنت تستخير روحك تسمعها تلقى روحك تلعب في جابون تلعب تعمل كوب دي مون دو كلوب وتجي معناها دومي فينال بعد ديريكت تمشي تلعب كان من كان تمشي ديريكت تخرج لبرا معناها تحسها تحلت هكا في وجهك وكيك قعدت اني حتى خويا من قلت له اني وياك زوز برك كان مش نتعاون وكان اكلينا الحم ناكلوا مع بعضنا كان اكلينا خبز وزيت رانا مع بعضنا اهم حاجه كان نستحفظوا على الدار هذه والحمد لله اني التوا امي وبابا التوا يعيشوا معي اخواتي كل سبت انت معرسه؟ معرسه أيوة عندي زوز صغار ربي يفضلهم ربي يفضلك وتحيه حتى لمرتي وصغاري وكل شيء انا قبلت كل شيء انا احكي لك حاجه اخرى تحيه تحية كبيرة برشا بالحق لأمي وبابا على خاطر صبرت برشا أمي وعاونتنا برشا حتى بالكلمة الباهية ديجا حتى كي جيت باش نعرس معناها وبعد ما تعرفت على مرتي معناها من بين الشروط كوني باش نعرف أمي وإخواتي بمرتي قبل كل شيء باش يحكيوا على خاطر قلت لها راني أنا اللوج على مرات زيد تلمني مع إخواتي والحمد لله أنا نتصور أنا كل أم ماذا بها تعطيها كان عندها بنية ماذا بها على واحد لا نحس روحي معناها بالحق على خاطر توا الحمد لله يرحم والديها مرتي مازالوا منهم برشا هما هكا معناها رجلين منظمين هكا منظم الراس الزوار مع أنها تنوريك انا الجوارات اللي مش منظمين مرتي في الدار العائله تخليه والله زاد معناها سامحني معناها مرتي في الدار مي في نفس الوقت بنت امي واخت اخواتي كيفها كيف مرت اخويا معناها نعيشوا لحمه كامله في كل شيء لا 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 صدقني سامي قسما بالله ورس امي نحكي لك في الصحيح معناها اني تربيت هكاكا واستنست هكاكا والناس الكل تعرفني كيك ما نتبدل فيها حتى خلنا نسألوا سؤال للأولاد كعلينا من البنات بس نسألوا سؤال لل معكم أه؟ بس ايش معكم لا أنا لا 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 يا زينب زازا راكم ماكش فاهمة حاجة أنا حاسبك راجل أنا حاسبك راجل بشوية الشهرة هذيا ساعة خلينا نبداو بكريم فيسح فيسح من غير ما تزقزيق وكذا وكذا ما مع البنات كيفاش ولات؟ مع البنات يمشي عاد يمشي تمشي كريم هي سبونتاني سبونتاني ما تحسبهاش ما تبداش تكتب في سكتش نتاعك بيان سور مش كيف ما قبل معناها تلقى روحك ما كيفاش كانت قبل؟ الصحراء قاحلة صحراء كان سحرة أخوي إيه ما قبل كان سحرة وتوا كيفاش طيب غربال يركح هي سنية حاجة لوجيك مش معناها بشرط إيه معناها كنت تعرف عبد ما كانوش يعرفوك ما كانتش تو سامحني أنا ندخل القهوة مثلا قبل مرة شو تو سامحني بدخولي مظلوم معناتها ولا شو جيت جايب تحسسني أنت مظلوم معناتها ندخل قهوة قبل مثلا مرة على شنو باش تخزر لي على البدن اللي عندي ولا ولا الكرب المقاري قدام الويا داخل قهوة كي ما يخزروش باش يخزروا لك على بانك تعمل قهوتك وتريقل معناها مريق تو خاطر إذا وقفت التلفزة يخزوك معناها حاجة منطقية على السلامة صباح فهمت شنو يا ما تلقش ما باهي وانتي اسمعني شنو نقولوها بلغة خشبية معناتها فهمتني وهالتفاعل الجديد انت متفاعل معاه معناتها كيف ما متفاعل لا والله ناخذ بخاطر الناس كلها اسمعني باش نعطي جوكير لزازا في السؤال هذا زازا جوكير من غير ما انا العلاقه العاطفيه اللي عندي عندها 10 سنين صدقت انا هذيك هي تو انا عطيتك جوكير ما حبيتش نبربش ليه بربشني ما تجيبش كيفاش قلت له؟ الغربيل شنو هي؟ شنو زازا؟ لي انا ما تشريش شبوك راه هاني نقصتك انا لطف علي يا خويا انا بدل علي وجوه انا راجل نحب نموت عليه به اما كي وليت مشهوره من بعد
في عينه هو عمري ما كنت مشهوره. لا لا اختنا منه هو يا اخي هو معناتها ما نحكي لك ما هو تحكي على العبيد. انت قديش عندك من اللي عرفته رجل؟ عندي 10 سنين تاريخ 11 سنه. اه بريمي معناتها لا والله لا وموا هذا وني سور اللي ماهوش جاي داخل على نيه مش معناتها عارفك وانت زولي يعرفني وقت لينا في تحت الصفر للصفر هيك هو عاد مريق المال هذا معنا ما خويا هذا مريق هذا باهي خويا انت شو نقول لك معناتها ما بخلاف مرتك معناتها بخلاف المدام نتصور كوارجي في الليتوال كيف تابت وغاديك فما برشا قهاوي كما قال كريم في سوسه وكذا فما برشا اه فما برشا قهاوي وكل تدخل القهوه كيفاش الجو؟ عادي جدا معناها نتصرف عادي مع الناس كلين ايش معناتها؟ معناها عادي نسلم على الناس الكل نقف مع الناس الكل نكلم الناس الكل ما عنديش حتى مشكله بالحق كريم برسمك خذ على اسمك كريم 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 اجي والله ما عنديش مشكله برسمك ماني اخوك اجي 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 خذ في البارتي هذيا خذ خذ علي انت برسمك خذ خذ كمل معهم برسمك برا وقفك الوقت برا برا خذ عليهم يعني صابر بن فرج يعني انت كنت كوارجي اكيد وهذا حكايه سامي معناه كنت كوارجي في الاتوال كي تشوف صابر يا كريم انا حطيتك بتجبد لي منه الزيت اي يص على روحك جبد لي منه الزيت عندك كان رجال سيم باه كي تمشي مثلا قبل انت ما يعرفوكش العباد فهمتني بعد ما ولاو يعرفوك العباد البنات معناها البنات علاش نصعبوا فيها هل بنفس معناها كيف ما قبل كيف ما بعد ولا كيفاش معناها شدني التراك فهم معناها قبل مثلا قبل كي كنت ما يعرفوكش العباد والكل من بعد الشهر تحب ولا تكره وجهك ولا مألوف كريم كي تدخل براس عرس ولا يا كريم يا كريم يا كريم دخلت شو شو اسمع باش نقول لك حاجة اعطيني فرصتي برا استنى لا لا اسمع 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 باش نفسك ونعاود نتيقى فهمت كيفاش ولا لا؟ بو اسمعني هاني اسمعني انا كمدرب اعطيته تعليمات هاو باش اي برا معمل عليك برا اي برا نعاود من جديد اي برا اي برا نعاود وين اي اعطيته تعليمات هاو باش نشوف واش بيستعمل اي برا استنى اي برا توا مثلا المراه نتاعك المدام معناها كي تشوفك مثلا انت ومراه اخرى انت وطفل اخرى تصاور فيسبوك وتعنيق وفازي ما تحكيش معاك ما تعملكش فيه لما كي ما تحسش اللي انت حياتك معناها تبدلت مش كيف ما كنتوا معرسين قبل جاو من الاخر معناها فما مشكله هل الشهره معناها فما مشكله كيف العادي معناها خاطر ما تنجمش تقنعني كيف واحد عادي مثلا ماكش مشهور ولا ماكش ما تعرفكش العباد كيف من بعد مثلا فما امور هكا فما حاجه مثلا تدخل البلديه تفضل سي صابر فهمتني ما هو شوف مش كيف قبل باش نجاوبك حاجه باهي خير من هكا ما هو قبيله قلتها حتى لسامي راه الزملاء في الحافله كهو باش نقول لك حاجه لا بالحق مش نجاوبك تو خاطر اهم حاجه في الانسان كما حكيت لك وقلت لك راهو نجم تربح برشا حاجات لو فيت كونك تلعب في جمعيه كبيره مش تعرفك العبيد باش تبدا مشهور مي زاده تخليك اهم حاجه واقوى تيتر تحبه تهزه هو محبه العبيد بالتواضع نتاعك بالرجله نتاعك وتكون مع الناس الكل تكون على طبيعه عادي اسمعني اسمعني يا صابر ماهوش يحكي على هزين تيترويت يحكي ليه ماهوش يحكي على هزين تيترويت ما تفهموا يا كريم بالفريق يا كريم فهموا اعطيني فرصه باش اغسل لي صابر برجو له اغسل لي علاش نعقد نحكيو في لغه خشبيه ودرشنيه فهمتني راهو مثلا كي تتعدى في التلفزه حتى المواطنين نورمال يلاحظوها فمثلا تتبدل الامور فما حاجات تتبدل تدخل مثلا لبلاصه ترى حتى ابار محبه العبيد اخي انا ما بحبش يصور معاش نعطيه بوني ما محبه العبيد كلنا نحب محبه العبيد ولا يوقفك عبد في الشارع اما معناها هل محبه العبيد هذيك والكل ساعات تكون معامله خاصه للعبد المعروف
مش كيف مواطن عادي مثلا انت داخل بلدية عندك اوراق عندك حكاية اكل يتفضل هكاك والكل موجود منه أكيد ولا أكيد الحق معناها اكيد موجود هذيك تحرق فيه مثلا موجود. ساعات طلع على البلدية معناتها تحكي على البلدية معناتها شو تتكلم معناتها كيفاه مربع ايدي ولا معناتها معناتها على البلدية مع البلدية ما في تكذب ومن بعد برسمك هذايا تو برسمك هذايا تاريخها نتاع تنشيط نتصور يا صابر نتصور علاقتك مع البنات مش كيما قبل كيما تو تو هذايا تاريخ التنشيط تو هذه تو اعطيني فرصتي باش نعطيك فرصتك مع كافو برا برا جرب مع كافو جبت لي حاجه من كافو يجيني هاو هاو راسك سيدي برا هاو كافو برا كافو كافو صح صافا كافو شنو الجو كيفاه كافو تو شنو صاحبي هاي كافون انت من بعد ما انت وقت السكسي نتاعهم انت في الحبس وقت فهمتني فرحوا بيك في الحبس علاقتك في الحبس كانت كيما قبل ولا علاقتك تبدلت في الحبس انت وقتها في الحبس ما كنتش معناها كيف ما انا الاولى كنت نسكن في بيت فيه 120 وبعد تسكن في بيت فيه 8 من الناس واضح تصفيق على معناتها تحكي بجدك؟ أخي من سيمي طلع. ما عارفش تتكلم. ثمانية من الناس. بالرسمي معناتها. أيوه زاد ما غير ما نخرج حساب كافو حرك ساقيك معناها حي ولا نحرك نكمل نرقد. معاملة حبوني العباد انا بديت المحبه من المرابيط غاديك بديت نفهم في البوز فهمني حتى العوان عملوا معايا الباي والناس كله هي ريت الحكايات نتاع ليلى محليهم معناتها الحكايه بالحق نتاع فيلم معناتها واحد دخل الحبس لا خاطر القصه نتاع خاطر قصتي انا كمل لا خاطر باش نسالك بها غنيه معناها غنيه كيما حوميني تضرب كيف هكاك وانا في الحبس ما فهمت شيء معناتها حكايه نتاع افلام واحد يدخل للحبس وهو في الحبس تهبط غنية نتاعه وتعمل دي مليون دو فيو على اليوتيوب وسكسي وحتى العوان في الصباح تجي تغني فيها العوان وليه تجي مرابيط فما حاجه راهو وكافو وانا مازلت مشي معروف وراهو فما حاجه تقتل بالضحك مع حوماني خاطر اللي فما حوماني يغنيوا فيها ولاد الشعب حوماني وكذا وفما بنات تلقاها ساك شانيل وغوتشي وكذا وهي حوماني يظني مش فاهمينك معناتها اش تقصد حوماني ولا مش فاهمين بورش شافوني زوالي شوق في بورش اقسم بالله شافوني زوالي يبدا شوق في بورش يبدا يندمع معاها بورش راهو زوالي ما تفهمش كيفاش باهي على حكايه البنات مع الشهره كيفاش كفو انت وانت تمشي تعمل حفله مثلا معناها كلهم كاخواتي على الاخر كلهم كاخواتك اخواتي عندي اختي وكلهم حسبهم كاخواتي واللي تحب تحسب روحها مش كي اختي نحسبها مش كي اختي من هنا تنجم تكون نقطة انطلاقة حلوة مات هل ترى اللي يحبوا يحسبوا رواحهم مش كيما أخته كثروا بعد شهرة ولا نحسبها مش كيما أختي قول أنت مش كيما أختي برا بعدي ونخليها ونسرحها لا 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 العدد نتاعهم معناتها هما شنية تحبوا نعم شنية ناحي الحوايج ونقز شنية يا أخي شبيه هذه خيان تو يريد هاتوا بربشتوا خاطر بربشتوا في نقطة فهمت كله كلمة شكون يتكلم السلام عليك شنو اسمعني هو فما فيتير كافون فيتير كافون مش يركح شويه خاطر هيج خليه يشوف الفيتير كافون ليه خاطر حسره مش مستانس مبنك برشا كاي انا بطلت اقرا على الموضوع هذا فيتير كافون ترى شوف كافون أول مرة ظهر اسم كافون عند الجمهور التونسي العريض بالغنية هذه هوماني أول أغنية تونسية حققت زوز ملايين مشاهدة على اليوتيوب حمزاوي اختار باش يعمل كليب في حومة في أريانا احتراماً لصاحبه الموقوف في السجن بسبب الزطلة
في المجلس تستشهد بكلمات من الغناية. تحرك بالشربة كيف حاصلة؟ وماني تتغنى بكل طرق. يا ربي والكره زمان صنعت الناس حسين ومرامة يا ربي بعدك أنا محس إياك الإحساس أمانة يو أمانة يي للمحبة ثقة للمالي. تغنيت في اجتماعات شعبية سياسية التوينسا يكتشفوا في شخص ما يعرفوا عليه من التصوير متاعه كان الكليب هذا اللي خرجه هو في الحبس. حكمنا هملا سيبانك ملا زواله بلو والرئيس لي بلا يعلا. وقت اللي الناس الكل تحكي على كافون أحمد العبيدي مازال في الحبس. نتذكروا الفيديو هذه اللي هبطتها أمي. لا وإن شاء الله معناها ستنجم جمهورية يحس بينا ويحس بأمه معناها مرة كبيرة بالحق ما عادش تنجم معناها. في ليلة سبت عام 2014 برشا توانسة يستناو في ولد المدينة الجديدة قدام حبس المرناقية الأخبار الإفراج على كافون. واللي عاشوا في الحبس لخصوا في غنية سميها 40-70. عام من بعد الأول مرة مهرجان قرطاج يتجرأ وينظم سهرية ريجي راب يستدعاو زوز شباب بلطي وفي الجزء الأول تميز كافون. شان يوتيوب متاع كافون اليوم فيها أكثر من 103,000 مشترك. كليباتو تشافت أكثر من 42 مليون مرة مع تجارب في التلفزة والسينما. ونستو كافون ما ينجم يكون كان مسيرة نجاح. وفلوس كافون والله شكرك حاجة. فما حاجات عملتها مش براني، أما فما حاجة عملتها براني وأنا نحييك عليها على الأخر على خاطر حوماني نقول وإحنا غنية ضربت ما نتصورش اللي أنت كنت تتصور. حوماني ساعة معايا حمزة ودي جي كيلا معايا. أما ما نتصوركمش ما نصوركش انت حمزاوي كنتوا تتصوروا اللي هي باش تضرب بالدرجه هذيك. لكن انا وين فريمون هاو حقك على خاطر التنبير اللي نبروه عليك وقت اللي طلعت على كرتاج اللي نبروه عليك على وان بلوس تعديت سهريه حلوه على الاخر الحمد لله. واحنا شنو اللي طالبين؟ ما باش يتعبى ولا لا؟ خاطر انا جيب لي روبيتور من مقبتا ويعمل اهو ها 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 هي قدام اربعه من الناس معناتها يظلي مش هذه الفكره هكا ولا لا زاز؟ معناتها فريمون برافو على اللي عملته في كرتاج. سي اون سواري تري ريوسي وبالتنبير اللي كليتو الكل تري تري بيان سواري. تبقى لهنا انا متاكد ونحبك تحكي معايا بكل صراحه كافون اللي عمل حوماني مش هو بيدو كافون متاع اليوم. معناتها داروا بيك برشا ناس، خلطت برشا ناس، ماكش خايف شويه من غدوه؟ معناتها انا يظلي ماكش قاري حساب الغدوه. ما يهمنيش، ما يعنينيش، ولا لا على بالي. ريت الفرق بينك وما بين صابر، معناتها هذاك اللي هو خايف قال لك نعرف أنا اللي انا ليسبيرونس دو في نتاع الكوارجي قصيره برشا 15 سنه ماكسيموم، معناتها يقول لك انا لازمني نلم له ماكسيموم باش نجم نعيش بهم عائلتي معناتها من بعد، وانت تقول وانك غدوه ما هذاك الفرق. ما انا يلزمني نصرف ونشيخ له ماكسيموم باش نقعد ديما سعيد خاطر ما نحبش نتغشش. اي اما وكين بعد ما تلقاش مني. لا ما يهمنيش. ومن بعد كي ما تلقاش ما نقاش نصرف تو نشوف حالنا. ما نحكي توا كي توك يعرس ويجيب صغار ولا كي يعمل عائله واللي يخمم على صغاره يخمم على مستقبله يخمم على غدوه. انت شنو انت اكبر منك هو في العمر؟ في بالي نحكي لك توا يكبر شنو تحكي هو اكبر منك هو؟ اي هو مش مستقر. انا صار في افريل نولي 34 لا اكبر مني. الفلوس الاولانيين صحاح اللي دخلوا معناتها كيفاش كان تاثيرهم عليك؟ كريديت من انا من النوع اللي قريت خويتي دارنا كانت على قدها اكني مش من النوع اللي كنت الفلوس تدخل لي انا باش نشري كرهبة باش نشري قطعة ذهب ولا باش لا كنت تجي الفلوس نحي منها حق مثلا لبستي ولا مكياجي البيجي ذاك اللي عندي نعمل بيه والباقي هكا زيد حاجة لدارنا قريت خويتي ناقص كل حاجة ناقص كل حاجة كده هو مريقلي انا مريقلي جا. اي اما ما فماش حاجات ترجع لك تقارن ديما بقبل؟ بتبيع على قديما قال انا عمري ما نسى قبل ما تخرجش من قشرتي. معناتها نقول انا حكايه لا مش حكايه تخرج من قشرتي
معناتها ما نعرفش نسألكم الكل معناتها توا لهنا وردة الكل معناتها السؤال للجميع معناتها اليوم بار اكزومبل الكلكم انتوما جايين بالحق من طبقة شعبية على الاخر الحمد لله اليوم كيف تدخل الريستوران مذخم مثال على الاخر وتبدا العباد بيك هكا هكا وكذا من داخل كيف تتكلم ما تقولش والله كان جيت وانا هذا معناتها ما تضربش مخ في ديسكوتيك كنترت فيها انا قبل احساس اخر كل احساس هذاك سايب عليك اما ديسكوتيك كنترت منهم تيبر ربح وين داخل بعتك روحك معناها في اي بي في طالو بس تغني والعباد هكا هكا وانت تخزر اي فما تتفكر وين كنت بتبيع انا تفكر ديما تقعد الكل تتفكروا سيني انا ولا تقول الحمد لله اللي مات واحد مره مرت سالته مرت كي مرتين انا في نهار في الكار مره في كار تشديت خطيه ومره اخرى مره رحت مع قلت سبوا صحايبي كنترولير تخدم عليا انا اليوم مرتين في نهار معناها ديما حاجه عاديه وروحت على ساقي من سونترفيل برشا مرات ساعه انت ورده بشويه بعد طريق النجوم وبعد عملت دي سوكسي اغنيات خرجوا برشا معناتها بكدا توا شنو جوك؟ صافا الحمد لله لاباس نخدم ولاباس والحمد لله صافا معناتها فما افراح وفما مهرجانات وفما مهرجانات وكل جوك وجوك به به نتصور اللي مشيت الافراح نتاع ناس لاباس عليهم نتاع كبارات وكذا وكذا وخلصت ناس كبار والعباد راهي ولات تحبك صحيح هو في الاول يعني انا كيف يعني كي نجحت يعني هما ما يعرفوش انا منين ولا انا شكون ولا فهمت هو رؤوف كوكا حب يعني يبين الشخصيه هذه معناها نجحت واللي حبيتها العباد هي منين قلت له انا ما فما حتى مشكل انا بنت الريف ونحبك تمشي معناها لدارنا وتشوف وكله واللي انا وقتها كانت ورده غضبان اسي ديبي نشوفوا شويه تصاور ونحكيه ورده انت وليت تسكن في تونس وداركم جبتهم معاك ولا لا لا انا امي وبويا قاعدين يعني في البلاد خاطر بحكم دارنا وارضنا ما يقدروش يعني ويستانسوا فيها في البلاد اما نعيش بحذا اخواتي معناها اخواتي كلهم عارسين ونعيش ونعيش بحذاهم انا معناها كل حد يعني في داره وانا معناها بجنبها معايا اخواتي باهي انيس انيس معروف دون لي سبور انديفيديوال في تونس على قد ما يشجعوا الكورجيه ويعملوا لهم كونتراتوات مانيش باش نقول لك بقداش ولا لا الكورجيه في تونس لاقين حظهم على الاخر اما لي سبور انديفيديوال اون جينيرال ما يسلكوها كان وحدهم وما يعطيوهم ما يفرهدوا لهم امورهم الا ما يجيبوا النتائج الوغ نورمالمون هو بالعكس كانوا يصير كانوا يتلهوا بيك وتجيب النتيجه ويصرفوا عليك قبل ما تجيب النتيجه احنا لهنا يصرفوا عليك بعد تجيب ميداليه كلامي صحيح ولا صحيح لهنا كي توصل تشامبيون دو موند ولا شامبيون اولمبيك في تونس وقتها باش تلهوا بيك الوغ كو فما بوكو تالون فما برشا دي تالون اللي ما عندهمش لي مويان اللي نجموا يوصلوا يهزوا حقوا نتيجه طيبه ما تلهوش بهم كان كي تثبت اللي انت شامبيون باش يعطيوك شنو تقول للصغار اللي يحسوا روحهم موهوبين كيفك انت واللي ما لقاوش لهوه العزيمه والاصرار انك تحب توصل هذاك هو اللي معناتها يوصلك النتيجه باهيه وبريتو كي واحد كيس شامبيون دي مونت ولا شامبيون اولمبيك يولي يوصل حتى يخو اكثر من اللي فوتبالور معناتها كي يوصل يهز نيفو معين خاطر السبور نتاعنا هوايه تبدا شامبيون دافريك ولا شامبيون اراب حكايه فارغه مي بار كونت كي تيس شامبيون دي مونت ولا تيس شامبيون اولمبيك تتحلك برشا بيبان في وجهك مي يلزمها برشا اصرار وبرشا عزيمه كنت برشا كي نمشي نقرا خسرتو كملت معناتها قرايتي اون باراليل مع جودو معناتها عملت باك بلس 4 وكملت قريت ومع ذاك نترينا معناتها برشا صعوبات اللي ميداي اللي جيتهم الكل كملت قرايتك كملت عملت برو برينسيبال ومعناتها هذاك اللي خلاني معناتها وانت توا اونتينور نتاع ليكيب ناسيونال في توا مدرب منتخب الوطني للجودو مي مش حاجه سهله انك يلزمك برشا عزيمه وبرشا تضحيات خاطر باش تمشي تعمل تروا زونترينمون تقوم 6 تاع الصباح وال10 وترينا العشيه اون باراليل تقرا وعندك لي دوفوار وتاخذ الكار وتمشي تطلع لقصر سعيد باش تقرا سي با فاسيل معناتها واحد يلزم يضحي باش نجم يوصل نشوفوا نشوفوا إنجازات سي أنيس لونيف
هذه مرة شد واحد كوبي قطعه في كومبار. اي فما اي فما في مرة ضرب غلب واحد راشناه قطعه قلبه على الظهر، فيديو ذيك موجود ولا في الالعاب المتوسطة خذيت الذهبية وقتها. وقتها انت صغير يا كريم. صغير اي نحبي وقتها مزبوط. باهي. راح نشوفوا شوية بونتويت حلوين متاع صبر. احترفت في لومان كورت معاهم وحتى توا في بالي عندك علاقه باهيه مع مع الاداره معاهم مع الاداره ولا. ومع رئيس النادي وديما حتى كي جيت تونس ديما معناها نتقابلوا لهنا فهمت وقاعدين مع بعضنا ديما كونتاكت مع الناس كلها واضح باش نتوجه بسؤال للسوسيولوج كيفاش نجموا نرسخوا في الاذهان ثقافه النجاح اليوم في تونس ما عندناش فما علم اسمه علم رصد مؤشرات النجاح. اليوم ما عندناش هذا. يعني ساعات تلقى صغيرك عنده برشا امكانيات وما تفيقش بيه. اليوم عندنا مثلا في المدرسه تلقى عندك قيم عام مرشد اجتماعي لكن ما عندناش شكون اللي يرصدوا المواهب اللي موجوده لدى الاطفال. الاشكال وين هو كونه هذا يلزم يتوجد. واضح سي سامي. سي بن فرج. النجوم اللي شفناهم اليوم بين ظفرين شفنا فيهم انواع متعدده كلهم نجحوا كلهم تقريبا يشتركوا في اشياء كثيره في معناها ولكن بخصوصيات شفنا الكاريزما عند محسن مرزوق شفنا الاصرار على القطع مع الماضي لدى الجميع تقريبا ولكن بحالات اكثر من حالات شفنا اللي يتكلم على الحظ ولكن الحظ بروفوكي معناها لا شونس بروفوكي مش لا شونس اللي جات باللو هازار لو هازار لو بيور هازار لا ثم ناس يتكلموا تقريبا ما يسمى صدفه بين الظفرين صنعوها هما لانهم يعني كانوا حاضرين في الوقت المناسب باش يكونوا وقت اللي تتعدى الفرصه ما تتعداش اكوتي ولا اوبريدوني معناها تتعدى وهما يلخفوا الفرصه لان هما كانوا عندهم الحافزيه الكافيه يعني لا موبيليتي والموبيليزاسيون نيسيسير بور ريالمون باش يشد الفرصه نتاعو، ثم شفنا تثمين التعليم. اما الاصرار عليه والحرص عليه وشكر خاص للوالدين اللي كانوا وراء قصه نجاح الكثير من اللي شفناهم وعدد كبير منهم لانهم هما كانوا بامكانياتهم المعدومه كانوا يحيوا من ارواحهم باش يقولوا اقرا لان هذيك ثقافه. ما عادش تحب نحكي على مؤسسات الدولة، ما عادش تحب نحكي على نأطروا، أنا يظهر لي يلزم الشباب، ما نعرفش كان الرسالة نتاعي صحيحة وأنتم مختصين وتفهموا خير مني. ما نحب الرسالة نحب نوجهها للشباب اللي راهو ما يندب لك كان ظفرك، معناتها يلزمك أنت في الوضع هذايا الصعيب الكل في خضم الوضع الصعيب هذايا، يلزمك تشوف كيفاش تسلك أمورك، وكما قال أوباما وطلع يكذب. يس وي كان ولا لا وهو طلع ككبر اموره انا يظهر لي احنا كشباب توانسه يس وي كان ولا لا معناتها بالحق كيف نحبوا وي كان وي كان على الاخر وهذوما راهم معناتها ما هذا كان يضرب في حاره خوخ فبني ولا لا صفقوا لنا عليه هذه امها كانت تبيع في الحمص زازا برافو هذا كوارجي معناتها عزيمه مش هذايا غناء وكتيبة وقلم معناتها فرد وقت اونترينمون كل روحه لين مات ورده جايه من عمق الريف يظلي ما نجمو كان نقولوا لشبابنا يس وي كان كريم ولا وي كان بالطبيعه ما نحب نحكي انا شوي في الحكايه اللي حكاها تفضل
أنا مثلاً كمشيت نمثل مرة في مسرحية من زلت صغير وقت نقرأ في الكوليج نحب نعمل مسرح نحب نعمل مسرح والدولة ما عطتنيش السيادة نتاع مسرح للأسف وقت السيادة نتاع مسرح ولا أستاذ مسرح يقول لك شنو هي أستاذ مسرح ماهوش مهم في كوليج باش نطري ولادنا المسرح كمشيت معناها كيف ما نقولوا احنا بلبسه نتاع بابا ركب في شليخم بالصوف نتاع العلوش ويتخلوني ضباعت الدار يتخلوني يدخل في حيط فهمت معناها وصلت كمثلت مره في مسرحيه كيف ما نقولوا عيط لنا مسرحيه شي يخدم حاجه كلاسيكيه اسمه عطيل عيط لنا مخرج هكي والكل كي خدمت وبرفت وتعبت جي عمل هكا نحاني من بعد بينما من المسرحيه خدمت اوتيلو بعلوش بوحد نتاع شليخم بعلوش بالصوف انا كي مشيت خدمت ولا كي مشيت خدمت نحاني بعد شهرين مثلا برايف والكل جاي بعد نحاني قال لك الرول معناها لازم واحد قبري والكل فتش في خبين بعد شهرين انا برف معناها فيق قالوا حشنا بواحد اسمر وقبري والكل حطيت في قلبي انا قلت نمشي نفزدوا العرض كنت صغير راني عمري 13 سنه وقتها وفي مخي نحب نمثل والكل مشيت عبيد قاعدة تعرض ذكي والكل وجمهور يتفرج الأولياء متاع تلام ذا اللي عرضوا فهمتني؟ وأنا حبيت نهز أمي وبابا يتفرجوا زادة وقتها أما وقتها نحاني قالك لازم واحد أصمر وطويل أصمر وطويل سي بون بطلت من المسرحية والكل جيت نتفرج قاعد في وسط الجمهور قاعد نتفرج جاي يمثل جاي الدخلة متاع الطفل اللي يعوضه في بلاصتي هو طويل هو يمثل خويا ونقزت أنا في وسط الواحد في وسط المسرحية راه وقفت وسط الجمهور يتصور معنا في الجمهور شو قلك كيفاش انا بالضبط برا بركة انا قاعد كيف من هك هذا الجمهور وانا قاعد كيف من هك فهمتني نتفرجوا في الواحد وقفت قلت له ليه مش هذاك راه مش هكاك يعمل لي انا اللي كنت نمثل فيه قلت له مش هكاك قلت له وين راه اللي كنت نمثل فيه الدوره ذاك شهرين نخدم فيه راه تدخل بالسيف اوكي نجبد السيف ومن بعدك تدخل الاميره وانا صغير سبونت على طبيعتي فهمت الاميره تدوخ مش هذاك المهم يمنعها والكل و... فهمت الجمهور صفق علي يسخلوني تابع العرض فهمت يسخلوني تابع الممثلين مش عمال المخرج ولا في كل عرض يهزني معاه نعمل الفاز اللي نعملها اما كريم كريم معناتها ما يسالش ان نفضحوا حاجه صغيره اللي هي مهمه ياسر بالنسبه للعباد اللي تسمع فينا اللي راهو وراء اللي قدم فيه كريم الغربي فما خدمه كبيره. ثم نتيجه. فما نتيجه. ثم نتيجه. زازا كيف كيف تخدم وربي يعلم. انا ثم حاجه ما يعرفوهاش العباد. ممكن اول مره باش نحكي عليها. انا اول مره استدعوني في تونسيا هنا في الحوار التونسي كانت لتراس عام. عند عامين وثلاث سنين التالي. يترس العام هذاك هيدي زعيم كلمني هو رمزي من وظيفة وجينا على اساس متسام تاع الليل قاعدين فنانين تعداو الكل بالواحد 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 وانا قاعده نستنى في شنو عبت نغني؟ 8 تاع الصباح 8 تاع الصباح 8 تاع الصباح تلبس تربه جديده وجيت اول مره باش تعدى في الحوار التونسي وكان عندي ظرف الظرف اللي عندي اللي انا خويا موقف يا خير يا مش الخويا اللي انا نحبه برشا نطلع عليه يا باش نقعد في الحوار التونسي نكمل قعدت في الحوار التونسي وقعدت معايا امي مصبحين مع جماعنا هنا جي جماعه الفرقه تعبوا روحوا جماعه التكنيسيان تاع ضو تعبوا سيفنا تاع صبيح ما عادش نجموا يزيدوا انا من القاهره الناس تعيط وعبيد تغشت وانا من القاهره بقيت ما نعمل تشخط البكاء بكيت خاثرني كي عروس القصب قاعده كيك بشعري بدي كل من كل قلت لك من الليل حتى من غدوه الصباح هيدي زعيم ومهدي وجميع الجروب لكن سمعوا بالموضوع انا ما تكلمتش انا سكت اكل عرفت خرجت بكيت وروحت وصلت وقتها حسين مزين مخطوبي قال لي جامعات قلت له راهو ما رمدوني قلت له راني ما تعديتش صار هكا هكا قال لي مش مشكل تو تجيك فرصه اخرى ومش مشكل ما تحطش في قلبك اذا بعد جمعه هيدي زعيم هز التليفون وكلمني قال لي هما لما طلبوا مني السماح وقتها فهمني اما انا في وقت مش خمم في السماح ومش خمم في ما كنتش تقنعني قعدت نتغشى قعدت نبكي عندك الحق من بعد جماعه عيطوا لي في عادي ما غني لك ريت عسى ان تكره شيئا شو خير لكم شو كيفاش معناتها ما تعديتش تعديت من بعد تعديت من بعد في عندي ما نغني لك نشوفوا الاكستري متاع عندي ما نغني لك اللي بفضله الحمد لله زازا ولات عملت زازا الحمد لله معناتها اللي بفضله زازا الحمد لله عملت زازا ترى نشوفوا الاكستريم تاع زازا
الليلة في برنامج عندي من غني لك؟ فنانة تونسية شابة ذات حضور شهلولة، احنا نقوله حضورها ساطع، لهلوبة في المسرح تبارك الله عليها. ربما البعض منكم ما يعرفهاش برشا، لكن الليلة باش تكتشفوها لأنه عندها من الصوت وعندها ما تقول وقت اللي تغني، متأثرة باللون الشعبي المصري وتمكنت باش تسجل لنفسها لون خاص. هو حتى اسمها فيه تقربيعة، اسمها مش عادي. نستقبلوا مع بعضنا دفعة أولى على الحساب هذه، نبدأ بالاسم وبعد بالغناء، الفنانة زا زا. اسمعني، احنا عدينا ترى ترى اكل اكل بلاك شو مكتوب عليها اكستري لباس كريم الغربي. شنو لباس هذا؟ ايش بيك لباس؟ لباس برنامج شاب في مع مخرج منشط شاب في اليبوك، فهمتني؟ وقت لباس باش نحكي سيريوزمون كيفاش صارت الحكايه، باش نوريك معناها نخدم قاعد في الدار انا على روحي. خدمنا ذيك الدوبلاش، دوبلاش ابار سكتش هذاك، خدمت سكتش بلحيه نتاع سلفي والكل. قاعد خويا طلبني نصر الدين سيلي وقال لي انا قاعد، انا حسام الساحلي، حسام الساحلي اعطاني نمروك، ريناك في سيكونس على الانترنت. قال لي كريم والجليزاد وكل، قلت له وي. قال لي تخدم رول سلفي، وانا وقت نحب نمثل يا ولدي، قلت له دبابه نخدم يا ولدي نخدم والله لا نخدم، تحب رول كلاش دخان خارج من ما نعرفش حريقه، نخدم دخان نتصرف. قلت له بيان سور، قلت وين عملته؟ ما قلتلوش الكلام هذا، عملته مزمزم عزت نفسه وعندي برشا عروض، والوحيد اللي طلبني معيط لي عاد بون. قلت له تنشوف الواحد ونقول لك معناها، فهمتني؟ ناخذ النص ونقرا النص. مشيت فرحان، خديت نص نتاع مسلسل، اقسم بالله من الفرحه، مسلسل الريسك، نحكي لك قبل ما نخدم في لاباس، مسلسل الريسك تاع عاطف حنابال، خدمت فيه رول سلفي والكل، فهمتني؟ اعطوني النص نتاع مسلسل كامل، هو تلمو انا نافع كفوف عاد نقرا دوري كهو، قريت المسلسل والله مسلسل كامل قريته، بك الاشارات الركحيه وتدخل فايزه ويخرج الهادي، نص عاطف بن حسين حفظ دوام تلمو تلمو نافع، فهمتني؟ نستنى، مشينا صورنا، فرحت على الاخر. ساعة وقتها باش نتعدى في التلفزه في حنابال وعباده تحب تتفرج في مسلسل ولاد مفيده. بابا والدي بابا وقتها كيفاش صارت الحكايه؟ ضحك ياسر الحكايه. دارنا شافوا الحلقه الاولى، فهمتني؟ تفرجوا فيه ما عجبهمش المسلسل. وانا كومي ولدكم يمثل معناها والكل. بداوا يحطوا مسلسل كريم، درت شنو خويا يحطونا ولاد مفيد. هما قدر فيا انا ما كانش يبدلوا ولد يدخل هكا يدخل يبداوا يتسامحوا يتهامسوا كي يقولوا عملوك نتفرج تفرجوا فيا ها فهمتني هو يعملوك حطينا ولاد مفيد مسلسل انت كيفاش توا كيفاش ها كريم اسمع كريم خلوه نشوفوه في الاعاده حاسب من بعد عيط لي نوفل باش نمشي ام في تي شوف الزهر مع نعيمه الجاني وقتها نعيمه الجاني تخدم امي في المسلسل نوفل وقت في رمضان كل حاجه لابس كل يوم يتعدى يعدي لي جون اللي يخدم في المسلسلات عيط لي ليان فهمتني والكل مشيت لاباس قاعدين كيف ما هكا عند نوفل والكل كان في تي انا في بالي والكل فهمت خاطر ستاند اب ما تصورتش روحي باش نخدم ستاند اب عملنا هكا نوفل سال نعيمه اسال اسالني انا ما نعرفش كيفاش انا بديت نتموسط ودرا شنيا والكل ونوفل يحب الفازات يحب شكون معناه يتموسط معاه فهمتني والكل حاسلو فهمنا بعضنا انا ونوفل تحسوا قوي هذا ذي نجم يكون معناه نخدموا مع بعضنا والكل يا اخي يشم هاي نوفل يكبر اخي عيط لي صادق وقتها والكل قال لي يجا للبيرو مشينا للبيرو فهمتني والكل اقترح علي حاجه العباد اللي ما تعرفهاش قبل التمثيل والكل وقتها كانت فما كنا باش نخدموا حاجه كيف اللي يخدموا فيها في ايطاليا والكل فما ماسك كي واحد يلبس ماسك فهمتني ماسك ماسكوت فهمتني الكل ويدور ميكرو وجهي ما يبانش
لبست خويا كالماسك وماشي باش نخدم كان باش تعدى في لاباس. اول تورناج وين؟ بعثوني الرحبة في سلي في الملاسين. رحبة في الملاسين خويا في الصيف. في الصيف وقت العيد جاي بكري في الصيف. واحنا فرجي في برنامج تالياني هنا في الحب يجربوا الكونسيب. في ايطاليا ذوك معادي راه واحد يقول واو فهمتي يحكي معاه والكل. هنا يز ميكروب اكل وحدك كيف وتفلش يد لك كيف فهمتي الذيل بتاع. وانا نعملك ماشي نسال في راجل نعمل له توب قداه العلوش. نعم قال لي نخدم على روحي نخد توب توكل فيه في الخبز ويركحوا فيا خويا وذري صغار ما درفش يعملوا لي من ورايا مرتين. واحد والله واحد يهز حديد ودرشني حسيت روحت النوفل في الواحد عرق ودرشني واحد وكل خزر لي النوفل قال لي اسمعني نحي عليك الواحد قال لي تخدم ستاند اب تتعدى في الجامعه تدخل انت تمثل لازم أفي. قلت له بيه خفت منها الاكسبيريونس كتبت نص هذاك ناسيونال جيوغرافيك نحكي على ناسيونال جيوغرافيك وللضبعي سبعة أضلع علاش اخترت ناسيونال جيوغرافيك خاطر وقت الايامات ما نخدمش والكل بعد ما تخرجت عديت حياتي ناسيونال جيوغرافيك لانظر جاني اين جاك لقد ابتلاه القرش وديما يمشي فهمت الكل وقفوا لي مخي ناسيونال جيوغرافيك مرضتني معناه صاحبه ماكله تمسيح ويوحل نورمال فهمتني يا زين سل الفيشه كده سل الفيشه استاذ استاذ يعني بسيكولوجيك مو كريم الغربي كمل كريم الغربي في لاباس سل يا زينب سل الفيشه بعديك سل نلقاو الريزلتات غادي معارك في لحوم التونسيه حاجه اعجوبه بما انه بطال وقاعد يقانس كريم الغربي هذا ممثل بطال وقتاش باش يقعد يخدم معنا حتى لين يلقى خدمه نستقبله مع بعضنا كريم الغربي انا في السنين اللي قعدت فيهم بطال تفرجت على الاقل حاجه في 150 عركه ال 150 عركه ذوما لا فيهم لا كف لا مشت لا بوني كلهم تفليم ساعه تلقاهم وديما سبب حكيته فارغ تلقاهم واقفين يودي قد اعطيتك يا قد اعطيت اعطيتك 6000 اي قلت لك جيب لي كعبه معاش عصب لي دينار رايت 100 غرام مكاجو اخي باش تقدمني في 15 ميام ورات هذه رجله قلت له ديما مشي نعين والاخر يبدا صوته كتحسه قريب يزغرت اسمع ما عادش تقول لي هذه رجله اه وكلاك جو جبت هون لك جو جبت هون ويعديوها سبع سوايع والاخر يملك سبع وخزر لي ريتو لاكاجو موجود في القرطاس غادي ودي اجيب لي كاكاوية تعمل لي كاجو تشنع من غادي وتجي امه مزيت ما فما شيء في العركة ها ولد ميسة تضرب لي في والدي سايبه ها ولد ميسة سايب يسيب العركة ويشد امه يبقى تباري روحي يبقى تباري روحي باري روحي باري روحي بوك. كريم وقيد توا وقيد نقول لك بري روحي زاد ربي وصل بسالم مشاريعك الكل صابر شنو نجم نقول نجم نقول كان نبعث ديما كما قلت انت معناها امل للشباب نتاعنا نجم نقول راهو بالتضحيه بالصبر برشا خدمة النجم البشر يوصل مع كلام هذا زاد تعقيب قبيلة صغير زاد يلزم فما إرادة سياسية كبيرة برشا باش نجم تعاون قديش يلزمنا باش نشوفوا من شامبيون أولمبيك كامل ونيفي كان جينا بالعكس نوفر له كل شيء رانا شفنا برشا قديش باش نشوفوا من كريم الغربي وكان جات دور العرض محلولة وفما تشجيع وفما كذا يطلعوا برشا آخرين توانسة رانا يلزمنا نخدموا بالكدا ويلزمنا نقفل بعضنا وإن شاء الله معناها جاي خير كفو فما عروض هاي ان شاء الله عندي لو 25 في كندا الشهر هذا انا وشي بشير وفايزه وسمير لوسيف وحسين برمضان و شامبيون دو موند احكي نحب نقول اللي نجاح معناتها للشباب ان شاء الله يوصلوا الناس كل خاطر اي واحد ينجم يوصل لبعيد جوست الاصرار والعزيمه وما فما حد شيء يجي ما غير تعب وما نستناوش من العباد تعطيونا حاجه نمشيو ناخذوها احنا احنا المنتخب الوطني نتاعنا ان شاء الله وقاعدين نحضروا فيه تو عندنا بطوله افريقيا ان شاء الله الشهر الجاي في مدغشقر ان شاء الله ربي يوفقنا ان شاء الله
ورده محليك ما تعتقدش كبنيه عاقل هكا ودوبك دوبها هو طبعي هكاك انت مبكري يعني قلت لي في بالي انت يعني ما تحبيش تحكي انا طبعي هكا يعني طبعي دافيه ديما تكلمني نحكي ما تكلمنيش ديما نضحك وكهو يعني هكا طبعي يعني ما نجم نتمنوا لك كان اكثر نجاح اكثر شهره اي برافو سي سامي نصر نشكروك على الحضور بارك الله فيك استاذ سلاح بن فرج بارك الله فيك علي تفضل طبعا. كلمة أخيرة نحب نوجه في كلمتين نحب نقول كما قال صابر المسؤولين راه الشباب يحتاج المساعدة ولكن يحتاج أكثر للفرصة ونحب نقول للشباب يكفي من ثقافة الانتظار وامشي لقدام وتعدى وخذ نفسك بنفسك وما تعاون روحك يا روحك هذا خير نسكن